السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحييكم من الجبل الأخضر. الجبل الأخضر غني عن التعريف، ولكن وراء هذا الجبل ألف حكاية وحكاية. لعلنا نطل على بعض ملامح من هذه الحكايات من حديث الأطلال في القرى القديمة والحارات المهجورة. ووراء كل صخرة هناك حكاية، هناك طرق. الجبل كله طرق، منها ما ينزل إلى الباطنة، إلى الظاهرة، إلى الداخلية، إلى هذه الطرق خبرها أجدادنا، وكانت هي طرقهم الرئيسية، كانت هي شريان الحياة للجبل. سنتعرف على بعض هذه الملامح من خلال شايب سليمان بن خميس الريامي الذي سيأخذنا في هذه الجولة. سنتوقف عند بعض المحطات فقط، لأن فعلا الجبل أكبر من ذلك بكثير. شايب سليمان، كيف حالك؟ الحمد لله. صحيح خير؟ بارك الله. يا مرحب، شوفك. الحمد لله. حياك الله. حيبك يا أخي. اليوم جولتنا في الجبل. نعم. وأنت واحد من الشياب اللي خبروا هذا الجبل وعشت فيه ولفيت وهبطت. صحيح. في الوقت التعيب، في الوقت الصعب. صحيح. على رجول وعلى دواب وغيرها. هي نعم. هي نعم. فإحنا اليوم يعني فعلا حابين نرجعك شوية على سنين أول، وعلى معيشة أول. نعم، بذلك. في الجبل بالذات. نعم. إحنا هني الآن في سيق. في سيق. سيق هذه يعني مركز النيابة. هي مركز النيابة. نعم. صح. وتجمع القديم والحديث. هي. أيوة. هي أم البلدين كانت سيق. نعم. هي نعم. فإحنا هنا نكاد نكون في وسط الجبل تقريبا. نعم. الجبل الأخضر تو في الوسط. هنا هذه المنطقة متوسطة الجبل. إيه، متوسطة الجبل. نعم. نعم صحيح. اللي نشوفه اليوم هذا ما هو لولي؟ ها؟ هذا سكون جديد. إيه، هذا اختلاف استوى وايد. نعم. إيه، سكون لولي غير. نعم. في الشتاء. ها. يهبطوا تحت. ها. وفي الحر يطلعوا فوق شوية. في لأنه يستوي برد قاعس في الجبل. البرد كثير هنا. إيه، ما شاء الله. هذا السبب. نحن هنا يعني وكانوا نسجل. كانوا متآلفين، كانوا 10 بيوت وخمسة بيوت رباع. نعم. كان ذيك اليوم زمان غير، تعرف أنت الحال. نعم. إيه، ولكن متعايشين والحمد لله، عيشة مشيت على خير معهم. الحمد لله. إيه. أنت قلت لي كلمة. نعم. وإحنا جايين ذا المكان. نعم. عجبتني بصراحة كثير، يعني قلت سيرة الأوليين، سيرة شيابنا الأوليين، سيرة صحابة. صحيح، هذا الكلام صحيح. كيف سيرة عشنا صحابة؟ عشنا معهم أولا. هذه الناس من يصلي الصبح يتلايموا في ذاك بيت الله ويقرئوا القرآن تقريب ساعة. نعم. وخلافة يخرجوا قارئين القرآن وأتات القهوة، قهوة عامة. هي. بعدين إذا كان معهم ضيف. نعم. يروحوا عادوا مع الضيف المرة، يسيروا مع حد المرة. أيه. يسيروا مع حد من البيوت. نعم. وتراهم إلفة كلهم. أيه. فإذا صار بينهم تخالف أو شيء يرتبوا حدهم، يعني ما يخلوا عملا بأن المسلم ما يهجر أخوه المسلم. أبدا أبدا. أكثر من ثلاث. أبدا أبدا. نعم. وإذا علم الجار إن هذا أخوي بين خلاف وهو جاره، أتراهم إذا كان من البلد أو بقية البلدين في الجبل، تراهم التفوا وشدوا الحال بينهم، ما صار بينهم أي شيء. نعم. كانت سيرتهم طيبة. إذن اليوم جولتنا في الجبل الأخضر نبدأها من هنا من سيق. هنا من سيق. وبنتحرك إلى مكان آخر الآن. نعم. وبوجودك راح نعرف أشياء كثيرة جدا. الله يبارك فيكم. الله. حياك شيخ. لو نعرفان نخبركم فيه. ما تقصر. إن شاء الله. ما تقصر. إيه. بسم الله. أحسن. خلاص تفضل. أحسن.
فؤاد بن حبيب. نعم. من هين كان يهبط لها؟ يهبط له هنا. قال هذا برج الصليلة. يقال برج الصليلة. برج الصليلة. ما نفس هذا الممشى اللي مسويته؟ هلا هو هذا الممشى. نفس الطريق. وشيء عاد من هذه الغد من العقبة هذيك عاد يغدفوا ويقعدوا شرقة الحظيرة. يقال زين. إيه شرقة الحظيرة. هو ذا المكان يهبطوا على ذا الوادي يعني؟ إيه هو هذا الوادي. هذه الطريق نفسها. لكن من تغدف من العقبة هذه عاد يقال لها شرقة الحظيرة. يقول هنا عاد شرقة الحظيرة. ولاقي بفقتم. ما كان هنا ما تولي بيوت. اقتم فوق هذه. هي اقتم غادي يلاقي. أيوة. هناك الطريق كانت تلاقي. اللي يطلع من هنا يلاقي الطريق. يلاقي طريق من ذاك الصوت. لكن يجي شرقة الحظيرة من هذه. نعم. العقبة يجي. هذا الطريق. نعم. وهذا مع تولي بيوت ما كان طريق. هذه وادي ابن حبيب. هذه وادي. هذه القرية القديمة. هذا القرية. نعم. الحقيقة واحنا يعني نتجول في المناطق كثير تلفت انتباهنا، تحرضنا القرى والحارات المهجورة. هي صحيح. لأن وراها حديث جميل. صحيح. والحديث مع شيابنا أجمل. الله أكبر. كانوا ناس فاضل هنا في هذا المكان. في هذا المكان. في المكان فاضل. سكنت أنت واحد تسكن فيه؟ لكن أجي بيشايبي. تجي بيشايبي. أجي بيشايبي. إنزين. الحين هذه القرية اليوم ما حد فيها. ما حد فيها. خالية. أبداً. خالية. الناس طلعت فوق. كلهم طلع فوق وسووا بيوت أحلى وأجمل. هي نعم صح. والمكان هذا حلو. حلو واجد. الوادي ما شاء الله الوادي مليان مليان أشجار. الحمد لله. إيش من أشجار هذه؟ هذا في أشجار رمان وفي نسوخ وفي رمان وإيش؟ رمان. إيه وإيش الثاني؟ ونسوخ. نسوخ. وعنب. إيش نسوخ؟ نسوخ هذا الجوزة. الجوز. وهذا الشجر الكبير هذا نسوخ. الجوز تسمى نسوخ؟ هي نسوخ. اللي يسمى جوز ويسمى عين الجمل وعين البقر. ايوه احنا نسميه نسخ هذا. زين. يعني اكثر نسوخ. وكنا ايضا وعاد في من جميع الاشياء. عاد في عنب، في تين، في خوخ، في كل شيء يعني فواكه. ما شاء الله ما شاء الله. هو ما شيء فاكهه ما تستوي في الجبل. هي صح. لكن ينقصها الماء. تو شيء شوية نقص. تو لا بأس عليه لكن ينقصها الماء. نعم. هذه في أوقات تحصل الماء ما يحتاج. نعم. أي. لا مبين أن هذا وادي خصيب يعني. أي. الحمد لله. طيب القرية هذه يعني كان فيها سكون بيوت. أي. وشي فيها مسجد. هي فيها مسجد. فيها مسجد. أنا بعدني. نعم. شي فيها سبلة. فيها سبلة. نعم. أي. فيها كل شيء. يعني حياة مثل ما يقولوا متكاملة. هي كلها متكاملة. نعم. وعلى ما خبرتك كانوا. هذه ما تشوف صبح فجر زين ذاك المسجد قبل الفجر. نعم. في ناس يقدموا سنني للفجر. وبعدين يقوضوا صلين الفجر ويدوروا عادوا يقرأوا ذاك القرآن. حد منهم غيب يقرأ. نعم. أساليتهم غيب. أغلبهم غيب. مثلي أنا وشرواي كذا نقرأ بمصحف. نعم. بعد. بس الحمد لله تقرا. هي. نعم. نقرا بمصحف انا مثلي انا وجروي. يعني معظم الناس كلهم غيب يقروا. طيب هذا المكان وين يوديه؟ ايش من الطرقات؟ هذا الطرق تصير عادة هذا شيء يهبط وطال. هي نزوه تصير نزوه. تصير نزوه من هنا شيء تصير مع الجواميد هنا نوبه مكان. قال يعني كف الاحمر. كف الأحمر. تابع الجواميل لكن. نعم. أصحاب حيوان لكن. نعم. ومن هناك تصير كمة وتصير نزوة وتصير إلى بهلة. هذا تتفرق عن الطرق. من ذا المكان. من هذا المكان. الجبل كله دروب. كله دروب. كله دروب. نعم. جاي هذا الله تعالى كونه في الوسط. والبلادين عاد دائرة تبه. دائرة تبه صح. شيء من الداخلية. أيه. والظاهرة. أيه. وشيء من الباطنة. أيه شيء من الباطنة. نعم. نعم صح. احنا بنحاول نعرف اكبر قدر من الدروب اللي تطلع من الجبل الاخضر على تحت. صحيح. تسع. أيه. تسع هي. تسع منافذ. هي لها تسع دروب. هي لها تسع منافذ. نعم. تسع. طيب. منافذ. تحفظهن؟ هي. هيش وهيش؟ احفظهن. وادي المصيرة. وادي المصيرة. وادي المصيرة. زين. وادي كمة. نعم. سنينة. هي. وهذه وحلفين. حلفين. ثلاثة. هذه تهب حلفين تقريبا نفسها اللي تو تودي اللي فيها القار. مع وادي بنير واحد لاقي. مع وادي بنير واحد. هي. زين. وطريق مطنوبة.
وطريق مطيق. هي وادي مطيق هلا. ايه. ايه. وغيرها. وعالقين هذا الجانب نوبه ايجي وادي مستل. على وادي مستل. وادي من خروس العليا. نعم. وهذا الجانب نوبه قال طلحات مكان نوبه. طلحات. هي نوبه الى نوبه وادي من خروس. زين. هي هذه هذه الطرق. وطريق تنوف. وتنوف. هي. هي تقريبا تسع 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 منافذ. باقي واحدة عليك. كذاك. لين ما أعرف هي. هذه الشريجة. هذه الشريجة. هي هذه الشريجة. نعم. أظني هذه يمكن أكبر منطقة زراعية أكبر كانت. أكبر منطقة. نعم. ما شيء مساحة زراعة كمان. لكن تو منحصر وايد يعني الآن نشوف المدرجات إلى إلى الوادي إلى الأرض. إيه. لكن كلها خلية. هي خلية ما شيء ما ترى. من قلة الماء. الماء يطلع فوق بس. نعم. بس وباقي الماء فوق بعده ما كافي. هذا تو الأخضر لا عاد يضارب. نعم. مصرف صحته وماخذين. نعم. يجينا في اليوم يمكن 3-4 ساعات مصرف. نعم. صحي. طيب هذا كيف كان يعني كيف كانت المعيشة في هذا المكان؟ هذا مكان تعيب يعني الواحد بس يوقف نادي على ذي الهوية يخاف. تعرف. فمعيشة كلها من فوق الجبل لين تحت الجبل هذه. إيه؟ يعني منحوتة منحوتة. إيه على الجبل. إيه. وشل فراس يهبط الأسمدة فراس. والأشياء كلها براس لكن معنى ترتيب شيء. معنى أنت 5 أمبار معك 5 أمبار من خوتك ومجوارك وهذاك الثاني معه 5 أمبار كل يوم نصبح مال نخدم مالي أنا زين وباكر نخدم مالك أنت ورا باكر نخدم مال الثاني. نعم. هذا ترتيبنا. نعم. ويوم تكون معنا غلة نندر عندنا كلنا. نعم. كلنا الغلة ما إلا الخمسة هذا يندروا الحارة كلها. نعم. فهمت أي ندرو بعوني حاولين. نعم. نسوي رجال. نعم. كلنا نمشي وأنطلع السامان هذاك شوي شوي ويبدك أنت حاجة بسيطة أنت راعي المال لكن يبدك حاجة بسيطة. اللي وما نتعب. قاسم خوتك. إيه نتقاسم. نعم. هذا هذا حالتنا كان. الحريم نوبي الهندور كبير. إيه الله أكبر الله أكبر. شالات هذه لغلة الأساس اللي تيني طلع عنه النساء. نعم. نسوي رجال. لما يجنوا المحاصيل اي هذا نعم. هذا ترتيبنا. ايش اكثر شيء كان ينزرع في ذا المكان؟ ينزرع كل هذا الرمان والمشمش والخوخ والعنب كان اساليته عنبيه. نعم. لان شيء موالي اللي عليه عليك فيه امساجد ووقوفات زبيب من وفراس له وقلاله. هذا مكان عليه كذا كذا سنه وهذا مكان عليه كذا من؟ كذا اي وقلاله وقلاله وفراس له وفراس له. إيه هذا. هش القلالة والفراس له. القلالة الفراس له دقي. المن ترى 4 كيلو. المن 4 كيلو ذيك اليوم 4 كيلو لكن إحنا في الأول كان معنا 5 عمان ومن العمان 29 قرش فرنس. هذه القيمة. والمن 140 قرش فرنس من مسكر. هذا من هش. من مسكر يقال له. يقال له من مسكر 5 عمان. من العمان من العمان عبارة 24 كياس عمان زين. وكياس العمان 6 بيسات هذه اللوليات مال المسخر 6 بيسات هلا في الوزن يعني ولا السودات البيسة السوداء قيمة 6 بيسات هي. يقال لك كياس عمان اللي أقصده يعني 6 بيسات هلا يوضعن في الميزان هي في الميزان في كفة الميزان هي هي. والكفة الثانية فيها الغلة هي هكذا الشيء اللي بيوزن هي هكذا زين. هذه القاعدة كانت حاجة كلها بالدقة. أوه. هي جميلة هي. هذه مرة داخل داخل الجبل. هي جميلة جميلة. يعني مستغلين مثل ما تقول الكهوف والأماكن اللي داخلة على داخل. حيوان كلهم في كهوف. حيوانهم كيفهم يعني حتى الحيوانات لها مكانات داخل مكانات يعني. نعم مكانات وكيف تخدم البيوت نفس الشيء حصى حصى وتراب وتراب في ايام لوليه
ولا صاروق؟ هذاك اللوليها بعد موجودها. نعم. مليانه من اللولي. نعم. حصلوا التراب وعاد صاروق عماني يسوي. نعم. لأن صاروق عماني وحدهم يخدموه. ايه. نتقرب شوية نشوف المكان. زين. هذا احنا مسوي لهم وسيلة حال. ايه. تنزيل السمن. حال الأغراض. ايه تنزيل السمن. ما شاء الله. الواحد هنا ممكن يمشي ويمر على قرية وما يشوفها. حيث انها لونها نفس لون الجبل. هذه القرية. وهذه المعدات. اي نعم. هذه حليش وهذه حليش. هذا مشان يهبطوا سامان فيه. ايه. ويطلعوا لانه صعب المكان. نعم. مكان صعب. وهذا مسواي اقزمها انما الحكومة مرتبتنا اني وحدهم. لكسر انها مساعدة من الحكومة. وهذه كانها كهربائية. ايه هذه كهرب كهرب. نعم. ايه. هذا الأغراض تورد تلفريك يعني تورد من هنا إلى القرية. إلى القرية. نعم. هكذا. طبعا هذا تو ولا من زمان ماشي هذا؟ أيام اللولية نوبة يسويوه. نعم. أيام الشياب اللوليين نوبة يسويوه هذا. إيش كانوا مسويين؟ لكن نوبة ذاك حبل؟ بحبال ما بحديد كما تو. إنزين. يسوي نوبة حبال وينزلوا التربة. لأتربة حتى فؤاد مي حبيب موجود هذا حل بنيان وكذا البنيان وهذا كذاك يوردوها في الحبل لأنك نفس العملية نفس الطريقة هي نفس العملية فقفر ذيك اليوم فقفر نعم يسوقوا طبعا هذا بس حل الأغراض هي هذا الأغراض نعم ونزولهم وحدهم سيرتهم وجيتهم سيرتهم جيتهم وحدهم هيل وبعدها لا طريقها هي هذه الطريق هي الطريق نفسها كذا على تحت هي هي نعم وتجي هذا ما تعرف الطريق يعني لازم اول تنزل لقاع الوادي القاع. خلاف تبدا تطلع مره ثانيه هذا الين القريه ومش الاكثر ويشلوا وحدهم بعدهم نعم حاجه مكلفه يعني والقريه نوبه ما انهم كان واحد ها. تو هذا بيوت وهذاك فوق بيوت وهذاك حيوان وحد هنا وهذا كان حوض وهيش اي نعم اي هذيك طريق هذيك هي الطريق وتندر الى هذا ومثل اي حاره هذا قلنا اسمها سوقره ومثل اي حاره فيها البيوت وفيها المسجد وفيها السبله هذا المسجد موجود نعم وفيها زرع وفيها زرع من جميع الاشياء يعني على ايش كانت معيشتهم معيشتهم على الزرع نوبه يزرعوا فيه وعلى الحيوان وعلى والشقار نعم وقت الجوز وقت رمان وكلها وعنب كل هذا مزروع وعنب شيء يسوق وشيء يسوق خلي بكر يقال له نعم ويشلوه ناس يذكرون هذا ترى هذه المعيشة طيب نحن عايشة من نفس المنطقة من طلعنا من سيقي لين هنا أيضا مسافة طويلة كيف كان التواصل بينهم مثلا بين هذه القرى وغيرها من القرى وبين سيق خلنا نقول كيف تتواصلوا؟ تواصل يطرش حد من الأولاد اضطرش بهيش؟ قال لسير قبل عن السيارات إن توفى فلان إذا استوحد هنا متوفي مثلا سير يا ولدي وخبر على السيق والشريقة والوادي أريد يخبروا بعضهم بعض ومن هين يجي؟ هين دربة؟ دربة هي الدربة هذه وشيء الوادي هلك الوادي يجي أيجي الوادي؟ هي الوادي الوادي أقصى توبة أقصى الطريق أقصى لكن مناهيص تعيبة نعم. نعم. لكن هي الطريق خطفه ترى ما يسوي كان ماشي غير ذي الطريق ماشي غيره يا الله يا الخضر يا الله يا بحر الزين يا اللولو يا كان أصرنا القصيدة ذاك النهار تمر مع ودنا من اللي كان اللي سمعت ليه وكان حد هناك يبو بدل سيما كمزاري عبد محمد يعني مانات صبح أبوي كلهم مستعجبين ذا السيارة يا سيارة ما أنا غريبة الفق العسكري ما في رمي لا في رمي لا تفق برزة لا لا في رمي لا في رمي هذا حد من الشياب السلام عليكم تعرفه؟ اي شيء مره السلام عليكم كيف الحال؟ خير يا مرحبا وسهلا كيف حالك؟ كيف صحتك؟ ايش هباتك؟ نعم ايش هباتك؟ ممكن كيف حالك؟ هذا ما تشوفه صح صحيح هي هو شاي برهون نعم بن من؟ بن محمد بن من؟ بن سعيد والنعم الشراقي اي لا سبعة انعام اي كيف حالك؟ بخير الحمد لله ايش معدل؟ بخير الحمد لله من اهل هالدار هذي؟ نعم
من ذا المكان انت؟ هي من ذا المكان، من هذه الدار. هي هنا بيتك؟ هلا يعرفون، هلا اشوفه اعرفك شايب سليمان على طول. هي متلاقين من قبل؟ متزاورين؟ هي تتزاوروا اول؟ هي يما احنا وياه اول يوم مشى سيارات تتزاوروا؟ هي ما بعيد شوية عنك؟ بعيد لكن نطلع ونهبط. ها يوم كان هلا هن بخير. يو زين. ولا هي ذي السكنة؟ هي نعم نعم. كان في البلاد تحت. اها. ودنا هنا. اسأل أنا اليوم، اسأله. شيلوم؟ يسألني أنا؟ يسألك أنت شايف سليمان؟ أنا سألته. ها؟ متسألين أنا وياه. متسألين؟ هي. علومنا عند شايب سليمان. زين. وحن ما جبنا شيء جديد. نعم. لكن جايين نزوركم شوية. زين. السلام عليكم. كيف حال؟ مساك خير. مسلم على مسلم أخوان. المسلم والمسلم أخوان أكيد. هي. أكيد. كيف حالك طيب؟ نعم الحمد لله. كيف حالك؟ الله يديمهم قاموس. كيف صحتك؟ آمين يا رب. نفهم أهل الإيمان. ما قصر. هي. هي. كيف حالك؟ الحمد لله. حميد. بن عبد الله. بن عبد الله. عبد الله. نوب من هالدار ذي. هي هي من شريقي. شريقي هي. يا حي وسهلا. ما شاء الله. حلوة السبنة. حلوة. على طريقة أول. هذا من. هذه البيوت الأولية. أي نعم. هذا من قبل هنا السكون يعني. نعم. أيوه. هذا يعني هو. وهذا كنا بقى الغرب هناك، هذا كنا نسكن الغرب. بعضها كأنكم ضفتوا لها سميد شوية. أيوه. أيوه أيوه. يعني في السنين هذا المقبل. السنين المقبل. بوجين. شاب مرهون. نعم. انت رابي هنا؟ هنا مخلوق في المكان؟ هي هنا. هي وكيف تحيد اول يوم بعدك شباب؟ كيف تهبطوا على تحت؟ كيف تصير تحت نزوة؟ وهذه كيف توصل نزوة؟ هي نصير نزوة. هي على رجول؟ على رجول. هي ولا وعلى حمير. هي زين. هي واد من خروس رستاق نحل خرطة حوزة. نعم. أول يقال لازم كل حد عنده حمارة ولا؟ ها بما عنده الشارع أبوي يقدر يشل وحدة على راسه. إيش اللي تبيعوه من هذه الدار؟ إيش الغلة اللي تطلع من هنا؟ إيش لومة؟ لومة. إيه. وإيش غيره؟ بيع في الواد وبيع في كل مكان غير عن اللومة. نعم. ورد؟ ورد ماشي هنا ولا رمى؟ هنا ماشي ورد ورمان. اه ما يستوي. انزين. حاميه البلاد. هذه حاميه؟ هذه حراره فيها. هي البلاد تحت صار ما هنا. ها البلاد اللي تحت. هي. هذيك اللي حاميه. هي. لكن هذه ما شاء الله. هي هذا ما كان وقت الحر. ايه. كيف كان الاهتمام بالحمير؟ بالاهتمام يعني حد يقدر يشل وحد ما يقدر يشل يعني. يستعمل الحمير يعني كل هذا الجبل يعني من الشرق والغرب يعني. لا يعني تربيتهن واكثارهن وكذا. يتربين في هنا في يسووا لهن اماكن. يسووا لهن اماكن تقبض حماره. نعم. يعني من السيح. نعم. تسمعي يعني تسوي لها مكان وحتى يكون تربطها فيه. نعم. تربط فيه يعني لين تربطون وهذه وهذه. ويلهن أسامي؟ يا يلهن أسامي؟ يا أسامي لا ما يلهن. ما يلهن أسامي؟ حمارة يعني. ما يلهن فصائل تولي يعني اللي ربوا البوش يلهن أسامي، واللي ربوا الخيول يلهن أسامي. هذا يقولوا أحد منهم يقول الدونكيات. دونكيات هي الحمير. هذه عاد لم استورد هذه الكلمة. هي يقول لك تو يعني هذه كلمة إنجليزية. هي تو بالإنجليزي يقولوا له دونكي. وسموهن دوانكي. إيوة ما إحنا نسميهن حمير. حلوة المعلومة حلوة. إيوة. زين. خلا بنات لهديب. شاب سليمان. إيش تقول؟ شيء بنات لهديب قال لي. شيء بنات لهديب. من أعصالي. لا أعصال لهديب بس. الأصايل. وشيء بنات البيضة. بنات الهديب وبنات البيضة وبنات البيضة ونعيشات ونعيشة هكذا. حلو هكذا يعني هكذا عصايل هنك. أيوة. واللي عنده تكرم حمارة يعرف أصلها من وين صح. ها حتى إن كنت ما عرف إن هذه الحمارة لكن تعرف الأصل يتواصفوا بها هذا شكل عصلها.
وكيف كانت أسعارهن انباعن بأثمان؟ بيعهن بغوازي باعن على 200 200 ايش؟ على 200 قرش لكيلو. 200 قرش؟ اي نعم. للحمارة؟ هي الحمارة ب 200 قرش. يعني اللي يشتري حمارة في ذاك الوقت ب 200 قرش هي أظني مثل اللي يشتري سيارة تو ب 6000 هكذا. ما كذاك؟ هكذا. لأنه ما سهل 200 قرش يجيهم. 200 قرش ما لعبياتي لك مال. أبو سليمان. نعم. إحنا اليوم قضينا يوم جميل معك. إي صح. بدينا يوم مشمس واختمنا بوقت ممطر يعني. ممطر نعم نعم. إيه. نعم نعم. أمطار ما شاء الله والمكان مسيل. إي صح. هذا كالنوادي. والأولية هابطة. نعم. إيه. هذه الخلفية اللي عندنا هذه المدينة الجديدة. نعم. سيح قطنة هذا. سيح قطنة. نعم. إيه. طبعا احنا مرينا بالاماكن القديمه وهذا ورجعنا لك شويه ذكرياتك. ما قصرت. اي صح. بس ما شفنا ورد. ورد موجود في البلاد ولا ما وقته تو؟ تو انتهى شويه. احنا في تقريبا على منتصف خمسه انا يعني. من 5 أيام عدت خلاص ما 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 عطل الندي. انت وحدك عندك دهقان؟ اي اشتغلت فيه. من متى لمتى الورد يستوي؟ هو يجي له 40 يوم ويجي له شهر. وقته محدد. لأن الوقت يوم يكون يزيد الوقت ويستوي أمطار يزيد شغله. وقته محدود. إيه محدود. بس نعم. ما أكثر من شهر. هي. لكن يوم يكون أمطار وهذا يمشي له 40 يوم. نعم. إيه. الصناعة سنة يمكن قائمة شهر الحمد لله. شهر وخمس أيام. اشتغل السنة. آها. هي كذاك تقريبا. عاد هي غلت. حتى إلى تو بعد شيء موجود مع ناس. عاد باقي لها شوية هنا. حاجات يعني. بسيطة هي. هي نعم. هي. ما بكميات تجارية. نعم. تمام. الوالد سليمان بن خميس الريامي جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ما قصرت. أحسنت. كفيت ووفيت. أحسنت. وفعلا اليوم تعرفنا على الجبل الأخضر. الله يبارك. الجبل أكبر من كذا. صح. وتفاصيله أكثر من كذا. صح صح. لكن احنا نتمنى أن نكون قدمنا للمشاهدين يعني ملامح يعني خاصة عن القديم وحياة أول. أحسنت جزاك الله خير. مشكور ما قصرت. مشكورين جزاكم الله خير. أحسنت أحسنت. يعطيك الصحة والعافية. الله يطول في عمرك إن شاء الله. آمين. يا مرحبا.